إيران تحدت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بمنظومة صاروخية حديثة ومطورة، وهذه المنظومة من الممكن أن تغير جميع المعادلات العسكرية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم بأكمله. وهذه المسألة تحدثت عنها مجلة نيوزويك الأمريكية في 24 ساعة الماضية، والحديث هنا عن منظومة بافار 373 الإيرانية التي دخلت الخدمة في أغسطس من عام 2019. وآنذاك قالت إيران وقارنت قدرات هذه المنظومة بمنظومات الأس 300 الروسية وكذلك بمنظومة الباتريوت الأمريكية. هذه المنظومة ببساطة هي قادرة على ضرب أهدافها على مدى 300 كيلومتر وعلى ارتفاع 27 كيلومترا، تستطيع من كشف الأهداف المعادية بعدد كبير ب 300 هدف، وكذلك تستطيع من تتبع 60 هدفا في ذات الوقت، وأيضا بالاشتباك مع 6 أهداف بالأسلحة التي تمتلكها. بالتالي هذه ليست بالمنظومة العادية، وهذه المنظومة الآن استعرضتها إيران الأسبوع الماضي بهذه الطريقة في 17 من أبريل تحديدا، وقالوا بأنهم أدخلوا العديد من التطويرات المهمة على هذه المنظومة، بالإضافة إلى أنهم استعرضوا أيضا الصاروخ الخاص بهذه المنظومة، صاروخ مطور وهو صياد 4B المحدث الخاص بهذه المنظومة كما نتحدث. وقالت إيران هذه المرة بأن هذه المنظومة أصبحت مواصفاتها متطابقة إن لم تتفوق على منظومة الأس 400 الروسية، وأصبحت أيضا قادرة على إسقاط طائرات الأف 35 الشبح المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن، وهذا يعني تطورا هائلا للغاية بحسب التصريحات الإيرانية. يجب أن نفهم هنا بأن عادة المنظومات الرادارية عندما تحاول الكشف عن طائرة في السماء فإنها تطلق موجات الكترومغناطيسية، وهذه الموجات بمجرد ما تتجه وتصطدم بطائرة أو بجسد الطائرة تعود هذه الموجات مرة أخرى إلى المنظومة الرادارية. المنظومة الرادارية تتعرف عليها، تعطي الإيعاز للمنظومات الدفاعية، وتقوم المنظومات الدفاعية باستهداف هذه الطائرات. أما بالنسبة لطائرة الأف 35 الشبح فبأنها بسبب تصميمها الخاص وطلائها الخاص والميزات والتكنولوجيا الخاصة بها، عندما تأتي هذه الموجات الإلكترومغناطيسية لتصطدم بجسد هذه الطائرة فإن هذه الموجات تتشتت من الطائرة بسبب تصميمها الخاص طبعا كما تحدثنا، وبالتالي لذلك يطلقون عليها الشبح لأنها تختفي تماما ولا تعود الموجة إلى الرادار، وبالتالي الرادار لن يراها، المنظومة الدفاعية لن تراها وتختفي. وبالتصريحات الإيرانية عن بافار 373 بأنها قادرة على ضرب هذه الطائرة، يعني أن الرادار الخاص بهذه المنظومة قادر على كشفها وقادر على إسقاطها. وبالنسبة لإيران طبعا استعرضت هذه المنظومة أيضا ونشروا هذا المقطع ليظهر كيف أنها تطلق الصاروخ. هذه لحظة إطلاق الصاروخ، طبعا المقطع قصير للغاية لا يظهر الكثير من التفاصيل عن هذه المنظومة بسبب أن إيران تريد إخفاء الكثير من تفاصيل هذه المنظومة. على سبيل المثال لو ألقينا نظرة على هذا المقطع من صورة مقربة على المنظومة سترى بشكل طبيعي بأن هذه نقطة الإطلاق للصواريخ في هذه المنظومة، الظل واضح على الأرض، ولكن فجأة ترى هنا بأن هنالك ظل لشيء أشبه بالنقطة المرتفعة أو العمود الموجود على هذه المنظومة، لكن هذا العمود غير موجود ومن المفترض أن يكون بهذا الاتجاه تحديدا. وتلاحظ هنا إذا ما اقتربنا على هذه النقطة التي أشرنا إليها ستلاحظ بأن الإيرانيين يخفون هذه النقطة، أن هذه النقطة ليست واضحة أبدا. وإذا ما ألقينا نظرة أخرى مرة أخرى على طبيعة هذا الظل ستلاحظ بأنه أشبه بالعمود ويتواجد نوع من الصحن على قمة هذا العمود. وباترمس وهو أحد الخبراء الإيرانيين بهذه المسائل العسكرية كان في عام 2020 نوعا ما توقع طبيعة شكل هذا العمود الذي نتحدث عنه، الذي هو يمثل نوعا من الرادار المرتبط بهذه المنظومة ويعتبر مسألة مهمة للغاية، وهو جعل هذا الأمر ووجد بأن هذا الأمر قد يكون متقاربا للغاية مع المنظومات الروسية، ألا وهي المنظومات الدفاعية الروسية التي تتصدى للصواريخ البالستية. من الممكن أن يكون هذا هو الشكل المقرب لهذه المنظومة، ولكن المنظومة التي تستعرض هنا طبعا استعرضتها إيران هي مختلفة تماما مطورة، وإيران تريد أن تبقي بعض الأمور خفية وغامضة إن كانت على إسرائيل أو إن كانت حتى على الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا يعني ببساطة
بأن إيران تريد القول بأن المفاعلات النووية الآن الإيرانية أصبحت محمية بالكامل من قبل هذه المنظومات الدفاعية، وفي حالة إسرائيل حاولت إطلاق طائراتها الخاصة الشبح وشاركتها الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المسألة، فإنها ستكون قادرة على إسقاط هذه الطائرة، وإسقاط هذه الطائرة سيعني بأن إيران ستستفيد من هذه المسألة كثيرا، ستطلع على التكنولوجيا الخاصة بطائرات F-35 الشبح، وكذلك سيكون الأمر أيضا مفيدا لروسيا وكذلك أيضا للصين الذين سيطلعون تماما على هذه التكنولوجيا التي لا يعرفون الكثير عنها، ومن الممكن أن يستخدمون الهندسة العكسية كما فعلت إيران على سبيل المثال في إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأمريكية، وتمكنت من صناعة الكثير من الطائرات بهذا الشكل. بالتالي هذه الطائرة أصبحت الآن تحت النار بحسب التصريحات طبعا الإيرانية وما يقوله الإيرانيون، وهذا يفتح الباب بالنسبة للجانب الإيراني أيضا أن يفكر في إدخال هذه المنظومات إلى الداخل العراقي، خاصة وأن العراق الآن يشتكي بأن مجاله الجوي مخترق دائما من إيران إلى إسرائيل أو من إسرائيل إلى إيران، وما تقوم به الولايات المتحدة وغيرها. الحكومة العراقية دائما في شكوى من أمرها بهذه المسألة، من الممكن أن تفكر بإدخال مثل هذه المنظومات لحماية الأجواء، لمساعدة العراق في حماية أجوائه، وكذلك أيضا لخلق أيضا خط دفاعي وطبقة دفاعية في العراق لتحمي العمق الإيراني والمفاعلات الإيرانية بشكل أكبر، خاصة وأن إسرائيل عندما استهدفت أصفهان مؤخرا ردا على الهجوم الإيراني الكبير الذي رأيناه على العمق الإسرائيلي، أكدت المصادر الغربية منها نيويورك تايمز بأن طائرة أطلقت 3 صواريخ من الأجواء العراقية على أصفهان مباشرة. بالتالي وجود مثل هذه المنظومات بكل تأكيد سيوفر حماية عالية بالنسبة للعمق الإيراني، وكذلك سيجعل إيران تفكر بشكل واضح من الاقتراب للوصول من القنبلة النووية دون أن يكون هنالك تحدي لها، إن كانت هذه المنظومات بالفعل بهذه القدرات. كذلك المنظومات لو وجدت طريقها لسوريا فإن هذا يفتح بابا مهما بالنسبة للجانب الإيراني في نقل أسلحته عبر العراق إلى سوريا أو عبر الأجواء الإيرانية مباشرة إلى المطارات السورية، مطار دمشق أو مطار حلب، لتصل الأجواء محمية وتشكل تحديا لإسرائيل. بالتالي إسرائيل بهذا السيناريو لن تكون قادرة من فعل الكثير إلا من عملية الاستهداف مثلا عبر أجواء المملكة العربية السعودية إلى الداخل الإيراني، أو عبر أذربيجان على سبيل المثال، أو حتى إحدى دول الخليج العربي لكي تخترق مباشرة الأجواء، وأيضا المنظومات موجودة ممكن أن تتصدى لها. ولكن هذه طبعا سيناريوهات صعبة للغاية، المملكة العربية السعودية لن تدخل بمثل هذه المغامرات، لن تسمح بمثل هذه المسألة. كذلك دول الخليج العربي دائما تحاول أن تبتعد وتصبح بعيدة عن الصراع بين إيران وكذلك بين إسرائيل وأذربيجان، كذلك ممكن لمثل هذه المسألة أن تكون خطيرة عليها، خاصة وأن هنالك حدودا مشتركة ومباشرة بين إيران وبين أذربيجان، أي ردة الفعل الإيرانية ممكن أن تكون كبيرة إن انطلقت الطائرات من أراضيها ودمرت المفاعلات النووية، سيكون مسألة خطيرة وضغط على أذربيجان، ممكن أيضا أن يكون هذا أمرا يخدم أرمينيا كثيرا ضدهم، وبالتالي مسألة معقدة للغاية. وحتى التحليق من فوق تركيا على سبيل المثال، أيضا تركيا لن تسمح بهذه المسألة لأنها ستكون في مواجهة مباشرة مع الجانب الإيراني، والاتهامات دائما حاضرة دائما وأبدا. وطبعا الجانب الإيراني يبدو واثقا من نفسه في مسألة الوصول إلى مثل، ويبدو واثقا من التصريحات من المفاعلات النووية، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي الذي رأيناه على منظومات S-300 وراداراتها في عمق أصفهان مؤخرا. لا زالت التصريحات قادمة من مسؤولين مهمين مثل على سبيل المثال هذا الشخص ألا وهو جواد كريمي قدوسي، وهذا الرجل هو عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، والرجل هو يعتبر كان ضابطا في الحرس الثوري الإيراني ويمتلك تصريحا أمنيا عاليا للغاية، تحدث بتغريدة بهذا الشكل في 24 ساعة الماضية، قال إن تحصلنا على التخويل فإننا سنقوم بالاختبار خلال أسبوع واحد فقط. يقصد هنا أن أعطي الضوء الأخضر من المرشد الأعلى، سيقومون باختبار أول قنبلة نووية لهم خلال أسبوع واحد فقط. كذلك التصريحات القادمة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، قال أيضا القوات المسلحة تدرس بعناية جميع الاحتمالات والسيناريوهات. بالتالي إيران تستعد للكثير من السيناريوهات وترتب نفسها عسكريا بشكل عال، ولكن طبعا السؤال الأهم والأكبر ما إذا كانت إيران
تبالغ في وصفها لمنظومة بافار 373، ولكن يجب أن لا نقلل أبدا من أن تكون هنالك الكثير من الصحة والدقة في المعلومات الإيرانية فيما يتعلق بهذه المنظومة، خاصة وأن إيران اقتربت كثيرا من روسيا مؤخرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وظهرت لديها العديد من التقنيات المهمة مثل صاروخ خيبر شجن، وهو الهايبرسونيك، من صواريخ الهايبرسونيك الفرد صوت التي استخدمتها مؤخرا إيران على العمق الإسرائيلي، وأصابت طبعا قاعدة نيفاتم بهذه الصواريخ. كذلك أن طائرة شاهد 136 المفخخة الإيرانية عندما أرسلتها إلى روسيا، وروسيا بدأت تستخدمها في أوكرانيا، طورتها روسيا ووضعت عددا من التعديلات المهمة على هذه الطائرة. كذلك أن الأسبوع القادم من المفترض أن تتسلم إيران الدفعة الأولى من طائرات سوخوي 35 الروسية والمهمة للغاية، وكذلك هنالك الكثير من الوفود التي رأيناها بين روسيا وبين إيران من الحرس الثوري الإيراني أو من وزارة الدفاع الإيرانية تجاه موسكو أو من وزارة الدفاع الروسية إلى إيران، مثل ما يظهر هنا من هذه الزيارة التي جرت العام الماضي من قبل وزير الدفاع الروسي، الذي جاء طبعا وألقى نظرة على العديد من الأسلحة الإيرانية الموجودة في هذه المنطقة. وكذلك أيضا هذا يعني بأن من الممكن لروسيا فعلا أن تكون قد ساعدت إيران في تطوير البافار 373، وتبدو إيران مهتمة بمسألة المنظومات الدفاعية الجوية، خاصة وأن الواشنطن بوست كشفت الأسبوع الماضي بأن الشهر الماضي كان هنالك وفدا إيرانيا تمت دعوته وتحصل على دعوة من مصنع MPP Factory المعاقب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أن هذا المصنع يعمل على عملية مساعدة وتطوير القدرات الروسية طبعا ضد أوكرانيا. قاموا بزيارة لهذا المصنع وببساطة ألقوا نظرة على السكشن أو القسم الخاص بمنظومات S-400 الروسية، لأنهم يريدون اقتناء هذه المنظومات المهمة للغاية بالنسبة لهم. ومن الممكن لروسيا أن تعطي هذه المنظومات وأن تبيعها لإيران، خاصة وأن روسيا الآن تمتلك S-500، وتحدثت اليوم المصادر الروسية بأن هذه المنظومة سيتسلمها الجيش الروسي خلال هذه السنة، بالتالي S-400 أصبحت ثانوية بالنسبة للجيش الروسي لأنها تمتلك S-500، مما يسمح لروسيا أن تبيع هذه المنظومة لإيران. وإيران اليوم تمتلك أموالا جيدة على مستوى ميزانية الجيش الإيراني، بحسب الإيران سبكتيتر تحدثت بأن من الممكن ومن المتوقع أن تكون ميزانية وموازنة الجيش الإيراني لهذا العام تصل إلى 40 مليار دولار، بالتالي هي قادرة على تطوير قدراتها وإمكانياتها على أعلى المستويات. كذلك إيران كشفت بأنها قادرة أيضا على مهاجمة طائرات F-35 في قواعدها في العمق الإسرائيلي. الأمر طبعا ظهر من الهجوم الإيراني الكبير الذي رأيناه طبعا على إسرائيل. BBC فارسي هي التي كشفت مصورة من الأقمار الصناعية قادمة من بلانت لاب، كانوا قد أوضحوا تماما بعض الصور التي توضح طبيعة النقطة التي استهدفت، وهي نقطة في قاعدة نيفاتم الإسرائيلية، وهذه هي المنطقة التي استهدفت. كانت هنالك نقاط قد استهدفت، واحدة من النقاط التي أوضحتها BBC فارسي وبلانت لاب بأنها كانت في هذه النقطة. هذه مواقع عادة هي مخصصة لطائرات F-35 الشبح. طبعا هذه الصورة للقمر الصناعي تعود إلى عام 2021. طبعا إذا ما أخذنا صورة أوضح من هذا العام ستلاحظ بأن هنالك ثلاثة مواقع تحولت هذه المنطقة وتوسعت إلى ثلاثة مواقع بدلا من موقعين كما هو واضح لنا، وأن عملية الاستهداف ركزت BBC فارسي على هذه النقطة الثالثة كما نلاحظ إذا ما اقتربنا منها ستلاحظ، هي النقطة التي جاءت بها المقارنات بأن هنالك إصابة بهذا المربع وإصابة بهذا المربع، هنا قبل الهجوم الإيراني هنا بعد الهجوم الإيراني. لاحظ اللون الأسود الذي ظهر في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة، والذي وضح لك بأن هنالك إصابتين في هذه المنطقة من صاروخين يعتقد بأنها من صواريخ الهايبرسونيك الفرد صوت الإيرانية التي أصابت هذا الموقع. وكانت هنالك صورا أيضا نشرت من قناة 13 العبرية لنقطة الإصابة من قبل الجانب الإيراني لنفس هذا الموقع تماما، على ما يبدو بأن هذه هي النقطة التي كانت تصور كما تلاحظ هنا من جهة وهنا من جهة أخرى، لتؤكد طبيعة الإصابة الإيرانية على قاعدة نيفاتم. وعلى هذا الأساس هو يوضح لك أن هذه الإصابات فعلا قد حدثت، والأمر ليس هنالك فيه خطأ على سبيل المثال
أو سحب تبدو بهذا الشكل في هذه أو في هذا القمر الصناعي. والمثير بهذا الأمر أن إيران تدربت على ضرب هذه المناطق بنفس التصميم وبنفس الطريقة في الأعوام الماضية. على سبيل المثال استعرضوا العام الماضي بهذا الشكل هذه النقطة التي تبدو متطابقة مع هذه المنطقة في قاعدة نيفاتم وقاموا بإصابتها بهذا الشكل. بالتالي هم تدربوا على مثل هذه السيناريوهات، وهذا أمر ليس بالغريب بالنسبة لإيران عندما هاجموا إسرائيل في مسألة هذه الإصابة. لم تكن هي مفاجأة أو أمر لم تتدرب عليه إيران، لكن الآن إيران تتحدث عن تحصين كامل لأجوائها بهذه المنظومات الدفاعية. وطبعا دائما وأبدا السؤال يذهب إلى المختصين، إلى أشخاص مهمين يعرفون تماما الكثير من تفاصيل وخفايا هذه المسائل.